السلام عليكم ورحمة الله. لقد احتضنت مدرستنا القصيبة أياما ثقافية ابتدأت من 12 مارس إلى غاية 14 مارس. وبالمناسبة فإن هذه المؤسسة لأول مرة تعرف هذا العرس الثقافي. وأولا دعونا نتعرف إلى بعض التدريب التي أجراها المتعلمون. قبل انطلاق الأيام الثقافية قام التلاميذ بمجموعة من التدريب تحت إشراف مجموعة من الأساتذة، مثل مسرحيات المخدرات التي برمجوا لها عدة لقاءات للتدرب عليها أكثر تحت إشراف الأستاذ المحترم حسين كرومي، ومسرحية فلسطين تحت إشراف الأستاذ جواد عودة، واللوحة الفنية التعبيرية حول فلسطين تحت إشراف الأستاذ المحترمة أسماء شحام. وكذلك لا ننسى الأناشيد التي قام الأستاذ حسين كرومي بمجهودات لإنجازها. تزامنا مع هذه الأيام الثقافية نظم مجموعة من التلاميذ حملة نظافية لمختلف مرافق المؤسسة، كما قاموا بتزيين وبسنة الساحة. قبل انطلاق الأيام الثقافية قام مجموعة من التلاميذ من مختلف المستويات والأفواج على تنظيف مختلف مرافق المؤسسة، كما عملوا على تنظيم وتنظيف ساحة المؤسسة وتزيينها بالأزهار والأشجار، وذلك تحت إشراف أستاذ مادة العلوم الفيزيائية السيد جواد عودة، الذي ساعد التلاميذ المشاركين في هذا النشاط وشجعهم ودعمهم للقيام بذلك، وأيضا بمساعدة أستاذ مادة الفرنسية الذي ساعد التلاميذ وقام بعدة أنشطة كغرس الأشجار الزيتون وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الأطر الإدارية والتربوية شاركوا في حملة النظافة وعلى رأس السيد المدير، وقد كان لهذا النشاط دور كبير في نظافة المؤسسة، مما زاد من معنويات المتعلمين وتحميسهم للمشاركة في أنشطة مستقبلية إن شاء الله. فجروا الطاقات فيكم أنتم الفجر الجديد، يا شباب الحق عودوا عن حمى الإسلام زود. وقد عرفت هذه الأيام الثقافية إجراء عدة مسابقات متنوعة لنتعرف عليها. نظمت مؤسستنا الثانوية الإعدادية القصيبة عدة مسابقات، من بينها مسابقة في مادة الرياضيات تحت عنوان اختبر ذكاء، وذلك تحت إشراف الأستاذين الكريمين معتصم بالله وزينب جاحي، وقد بذلوا مجهودات جبارة لإنجاحها، وقد عرفت فوز تلميذ واحد. كما تم تنظيم مسابقة في تجويد القرآن تحت إشراف أستاذ التربية الإسلامية عبد الله كاملي، وقد أجريت في دورتين وكانت آخرها خلال الأيام الثقافية وفازت بها التلميذة خديجة السعاد، بالإضافة إلى مسابقة أخرى أشرفت عليها الأستاذة زينب عابير، وقد انقسم المشاركون إلى فرق فاز بها فريق الأبطال. وقد زرعت هذه المسابقات روح التنافس لدى التلاميذ وجعلتهم يجتهدون كثيرا استعدادا للأيام الثقافية المقبلة إن شاء الله. الطاقات فيكم أنتم الفجر. احتضن هذا الملعب دوريا لكرة القدم عرف مواجهة
شديدة وصعبة بين مختلف الفرق. وإثر هذه المناسبة التي عرفتها المؤسسة لأول مرة، تم إجراء دوري في كرة القدم بين مختلف الأقسام. كانت المنافسة قوية على الجميع، حيث تأهل القسم الثاني 4 والثاني 2 والأولى 4 والأولى 3 إلى الربع النهائي. كانت المواجهات صعبة والكل يردد الفوز ولا شيء سواه. أجريت مباريات الربع النهائي تحت تحكيم السيد الحارس العام، وكالعادة الأبطال يربحون. أقصي الفريقين الثانية 2 والأولى 3 وتأهل الفريقين الأولى 4 والثانية 3 إلى النهائي، حيث تم إجراء المباراة النهائية والفاصلة يوم 13 مارس قبل الأمسية الختامية. وكالعادة الكل متشوق لمعانقة اللقب. بدأت المباراة بجماهير متشوقة للنتيجة النهائية، لكن المباراة لم تعرف أي مفاجآت. القسم الثاني 4 يفوز بنتيجة هدفين لهدف. وفي النهاية تم إجراء مباراة حبية بين أطر مؤسسة القصيبة مع أطر المركزية بولعوان، حيث فريق القصيبة أمطر شباك فريق مجموع مدارس بولعوان بأهداف كثيرة. حصدت هذه القاعة معرضا للتراث المغربي الثقافي لنتابع. كما عرفت الأيام الثقافية التي حصدتها المؤسسة تنظيم معرض تحت شعار التراث الحضاري الأصيل بتأطير من الأستاذة أسماء الشحام، تم تنظيمه بدقة، وقد عرض به ملابس لبعض المدن المشهورة كطنجة ومراكش، وعرض صور ولوحات فنية لبعض التلاميذ. كانت رائعة وجميلة. كما تضمن المعرض بعض الأساس القديم والتاريخي الذي أصبح مفقودا في عصرنا هذا. فبدأوا البذل وجود همة عليا تنادي، ليس يغنيكم قعود، يا شباب الحق عودوا عن حمى الإسلام. خلال الأيام الثقافية قام مجموعة من التلاميذ بتقديم عدة مسرحيات متنوعة، بعضها يتعلق بالمخدرات وما تحمله من أضرار، ومسرحيات بعرو، وبعضها هزلي مثل مسرحية الطبيب مع المريض، ثم مسرحيات العنف ضد النساء مثل حليمة مع حمو، ومسرحيات تتعلق بمحاربة الأم وما تحمله من أحداث مضحكة وممتعة، ثم مسرحيات أرض فلسطين التي تعاني من الاستعباد والحروب. كما قدم من مجموعة من التلاميذ لوحة تعبر عنها، وكذلك لوحة صامتة تبين أن بالتعاون والتضامن يمكن أن نرفع التعليم إلى الأعلى وندفع به إلى الأمام، وكذلك لوحة أخرى صامتة تعبر عن المحافظة على البيئة والتي كان شعارها جميعا من أجل المحافظة على بيئتنا. سيغنيكم في ظل ظروف لا تسمح بكل هذا إلا أنهم أبدعوا
وأجادوا وأحسنوا، فلا أملك إلا أن أقول لهم شكرا لكم، شكرا وشكرا. باب الحق عودوا، عن حمى الإسلام زودوا، فجروا الطاقات فيكم، أنتم الفجر الجديد. يا شباب الحق عودوا، عن حمى الإسلام زودوا، فجروا الطاقات فيكم، أنتم الفجر الجديد. في أياديكم خلاصا، فابدأوا البذل وجودوا، همة عليا تنادي، ليس يغنيكم قعود. في أياديكم خلاصا، فابدأوا البذل وجودوا، همة عليا تنادي، ليس يغنيكم قعود. يا شباب الحق عودوا، عن حمى الإسلام زودوا، فجروا الطاقات فيكم.